شو صاير معك؟ تعالي شو؟ ليش عم تبكي؟ احكي لي فضفضي. تعبانة شفي، تعبانة كتير، حاسة حالي مخنوقة وما بعرف شو صاير. طيب أنا أخوكي ولا لا؟ طيب احكي لي، احكي لي فضفضي، قولي لي شو صاير؟ ما عم بقدر ميز الصح من الغلط، كل شي عم ساوي عم حس انه غلط. اوقات هيك بصفق لحالي اني انا شو عم ساوي، وبحس انه الناس كلها ماشي هيك وانا ماشي هيك. يعني حس حالي خلال بزمن مش هيك كتير ومكان بشع، وما بيلبق لي اني يكون فيه. مو الي شفي، مو الي. صفاء لا هلا ما عطتيني الجواب. احكي لي شو صاير معك بلا كل هالمقدمات. يعني انا كل الناس بنتقلي لما تكون متضايقه، كلهم بيجوا لعندي مشان يفضفضوا، وانا مثل الخوري قعدت لهم بسمع بسمع، وعم بتعب منهم كتر ما عم بسمع. لما بروح تحكي ما حدا فيهم، ما حدا بيسمعني، ما حدا فاضي لي، كله بسكر الباب بوشي وبلك. هلا هذا اللي مضايقك؟ ولك اختي نحن هيك تربينا، يمكن صح يمكن غلط، بس نحن عايشين على نياتنا، طيبين وقلبنا لله، وعم ندفع ثمن تربيتنا. لسه قبل ما اجي لعندك اجت لعندي جارتي مشان تعمل عندي الصبحيه، قاعدين الصبح عم نشرب قهوه ونشكي همومنا لبعض، وانا عم قلها انه هلا وضعنا المادي كتير سيء، رفضوا اللحظه تجي بتقلي مده 3000 ليره مشان تصلح الخزان المشترك بيناتنا، وانه والله العظيم بتعرف انه حق الخزان 4-5000 ليره، بس انا مش شهرين عطيتها حق واحد جديد. شيلا هي بتضل وحده غريبه، بنت عم مكسوها، بتروح على تركيا وبتشتري ثياب، ولما تجيبهم تجي لعندي وغصبا عني بدها تخليني اشتري. انا بشتري من هون يومين ثلاثه، بتروح تستعيرهم من عندي وما بترجع لي اياهم، وما بسترجي الا هاتيهم لانها بتقلب خلقتها، وبتعرف بس تقلب خلقتها. لك صفاء اختي حبيبتي، خلاص بقى، خلاص خلاص. ولك انت شو غريبه عن هالعالم، طول عمرنا بناكل صدمات وهذا ابشع شيء بهالحياه. حتى الناس اللي حواليك شفيق ازوني، هذا رفيقك سمير المخرج، بس فيدي وشوف إذا بتتذكر حتى أكتب له سكتشات للمسرحية تبعه. ولما خلصت أخذ السكتشات وراح عمل العرض، عمل العرض بلا ما يعزمني ولا نزل اسمي على البروشور. وحتى تكمل معي إجتني مشكلة الشغل، أنت بتعرف إنه صار لي فيه 3 سنين ولحد هلا راتبي فيه 20,000 ليرة بس، راتبي أقل من رواتب كل زملائي. جربت آخذ موقف وأحرد، عم صار لي أسبوع قاعدة بالبيت شفيق، ما حدا حكى معي ولا استفدني بشي. معلش يا أختي، معلش معلش، طالما حاسة حالك على حق وحك تضعفي، رح تلاقي بدل الشغل 10. خليكي قوية من جوا ولا يهمك. لك شفيق، المشكلة اني انا لك بخجل، بخجل اقول لجارتنا انه انا بعرف انه انت وحدة كذابة، وبخجل اقول لسعاد انه هي وحدة نصابة وقليلة ذوق، وبخجل احكي مع المخرج تبعك مشان ما سود لك وشك قدامي، وما عندي جرأة اني احكي مع مديرتي بالشغل وإلا انه ما بعرف شو بدي اساوي. شفيق والله ما بعرف شو بدي اساوي. معلش حبيبتي، معلش والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تدلي شي شفي، انا اجيت لعندك لانك اخي الغالي، وبعرف انه انت الوحيد اللي مالك مصلحه معي، وانت الوحيد اللي رح تسمعني، وانت الوحيد اللي ما رح تطقني برخي. لا تقول شي. صفاء، انت اختي الصغيره، انت اختي وحبيبتي. الله يخلي لي. الو، اهلا سحر. لا لا تروحي، انا ربع ساعه وجاي، ما في شيء. يلا مع السلامه. الله معك. بدي روح. خليكي اختي، خليكي، جايه لينا والولاد هلا بنتغدى سوا. لا
حبيبي معلش خليها مرة تانية، أصلا أنا ما خرج وعندي كذا شغلة بدي ساويها. شو بدي أقول لك شفي؟ عم فكر إني معلش لو كسرت عيني هاي المرة وحكيت مع رئيسة التحرير رجعت ترجعني والله بتبهدل يسأل عوني شو. لا لا أختي لا، وعك وعك كل شيء إلا كرامتك، الكرامة أهم شيء. إذا هي ما حكيت معك وعك تحكي معها، الشغل أمرينه وعك تتنازلي. أنا أخوك الكبير، بيتي وقلبي وروحي مفتوحين لإلك ولا يهمك. الله معك، مع السلامة. خلص حبيبي خليك تروح لحالي. الو، مرحبا مدام رشا، انا شفيق اخوها لصفاء. اهلين فيكي، اهلين فيكي. انا الحقيقه زعلان كثير انه صفاء بدها تترك الشغل، بس شو بدنا نعمل يعني، هذا قرار النهائي. انا حاولت اقنعها بس هي ما قبلت ابدا. ايه طيب، بس بدي اقول لك انه انت لينا زوجتي بتعرفيها، يعني هي صحفيه ومتمرسه وبعتقد 20,000 كثير مناح. ايه اليوم رح ابعت توقع العقد. لا 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 لا، ما تقلقي ابدا، ما تقلقي صفاء، ما رح تزعل. لا صفاء ما رح تزعل. الله معك، بالسلامه.